السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله البروجكت زيرو داتا اكسبلوريشن. ليه سميته بروجكت زيرو؟ لأن هو فعليا مش ماشين ليرنينج بروجكت، هو عبارة عن داتا اكسبلوريشن. لو بصيت كده هتلاقي ده هو البروجكت اللي هو ماشين ليرنينج فاونديشن، اسمه يعني ده البارت ده اسمه ماشين ليرنينج فاونديشن. ده اول بارت في النانو ديجري، واهو لو انت بادئ معاك ويلكم تو ماشين ليرنينج نانو ديجري بروجرام، وات از ماشين ليرنينج. طبعا كل دي الحاجات دي عباره عن شويه كلام كده رغي ملوش لازمه، يعني يفهمك هي عباره عن ايه ويعرفك الفورم ومش عارف حاجات، يعني مش تكنيكال. ماشين ليرنينج بروجرام اورينتيشن، الكلام ده كله. هنا اول حاجه نبدا نكتب فيها هو الـ introductory project، اللي هو مشروع المقدمة. البروجكت ده اسمه، خش عليه هنا كده اهو، البروجكت ده اسمه Titanic Survival Exploration، اللي هو احنا في بروجكت موجود على كاجل داتا سيت. الداتا سيت دي فيها الداتا بتاعة السفينة تايتانيك، بعض اللي هي بيانات الركاب يعني، وفيها مين من الركاب نجا ومين اللي غرق. تمام. الغرض من البروجكت ده ان انت هتعمل داتا اكسبلوريشن وتحاول تستنتج او توصل لاكيورسي من البريدكشن، تستنتج يعني مين الـ يعني مين، كام واحد غرق وكام واحد نجا بنسبة 80%. يعني الاستنتاج بتاعك هو يكون بنسبة 80%. تمام. البروجكت طبعا موجود على الماشين ليرنينج بروجكت جيت هاب. البروجكت برضو انت مش محتاج فيه حاجة هنقولها شوية. كل البروجكت موجود على الجيت هاب، على الريبوزيتوري دي مستودع دون. انت مش محتاج تنزل بروجكت باي بروجكت، ممكن تنزل الريبوزيتوري كلها المستودع كله مرة واحدة وتشتغل عليه بعد كده براحتك، مشروع باي مشروع بمشروع يعني. تمام. او ممكن تنزل البروجكت ده لوحده وتشتغل عليه براحتك يعني. يبقى احنا عرفنا ان الغاية من البروجكت ان انا لازم اوصل ل 80% من الاكيورسي. هنشرح الموضوع بالتفصيل دلوقتي. طيب هنخش على الجيت هاب بقى، هنلاقي الجيت هاب اهي، ده البروجكت على الجيت هاب. وهتخش جوه بروجكتس جوه تايتانيك سيرفايفر اكسبلوريشن، اللينك هيحط تحت الفيديو. هتلاقي الريدمي فايل، الريدمي فايل بيقول لك على اللايبريز اللي انت محتاجها. طبعا اللايبريز دي زي ما انت محتاجها لازم تكون فاهم بتعملها ازاي، يعني بدور على حاجه. انا ان شاء الله هبقى انزل سلسله تانية اشرح فيها برضو النمباي والبانداز، وممكن اشرح الماشين ليرنينج كلها. المهم يعني بس دلوقتي انت لازم تكون بتعرف تشتغل نمباي بانداز سكيلر او السايكت ليرن، يعني مش هحتاجها دلوقتي لكن هي المفروض تكون متسطبه عندك. والمات بلوت لايبراري برضو المفروض تكون فاهم شغاله ازاي، بس برضو في البروجكت هنا احنا مش محتاجينها لان هو عامل فانكشن جاهزه وكاتب لك حتى الكود بتاعها، يعني انت مش تعمل فيها حاجه خالص، بترسم لك الجرافز بتاعت البروجكت. طيب ننزل كده. هو هنا بيقول لك ان البروجكت الران بتاعه هيبقى في الاي بايثون فايل اللي فوق دون. انا لو بصينا كده الفايلز اللي عندنا الريدمي فايل اللي احنا بنقراه دلوقتي دون، بروجكت ديسكريبشن ده برضو ريدمي فايل كده بس بنقعد فيه شوية كلام عن البروجكت ممكن يبقى تقراه. تايتانيك داتا سي اس في، سي اس في ده اللي هو الفايل اللي فيه الداتا بتاعتنا. لو انت فاهم بانداز هتفهم السي اس في ده يعني. الاي بايثون فايل ده هو ده اللي احنا هنشتغل عليه، والفيجوالز دوت باي. تمام. اللي هو ده الفايل اللي هو فيه الفانكشنز بتاعت الجراف اللي هو عاملها فانكشنز جاهزه عشان انت ما تقعدش تستخدم المات بلوت، يعني هو عاملها لك جاهزه عشان انت ايه ترسم لك الرسومات على طول يعني. البروجكت شغال بايثون، هو هنا ما حددش بايثون 2 ولا 3، فانا مش فاكر بصراحه البروجكت كان معمول بايثون 2 ولا 3، بس الموضوع سهل يعني. الموضوع كل ما عليك ان انت ما عندكش فايلات فيها كود غير فايلين، فايل ده لاتينكس سرفايفل بايثون ده وفيجوال دوت باي. هو اللي ممكن تلاقيه ما اشتغلش معاك ومكتوب على تحت هنا بايثون 3 اهو، بس لو ما اشتغلش معاك كبايثون 3 كل اللي عليك ان انت تفتح الفايل على اي اي دي سمارت اي دي، ولو يكن الاناكوندا احنا نشتغل على الاناكوندا افضل لك يعني، لو انت خاصه لو انت على ويندوز اشتغل على الاناكوندا. اللينك ده من هنا بتاع الاناكوندا،
اللي هو على ال سواء ال على ال السبايدر مثلا فيجوالز ده تفتحه على السبايدر، الفايل لو فيجوالز باي ده تفتحه على السبايدر، هتلاقي حاطط لك خط يعني يعمل لك ان في ايرور تحت الايه، اي برنت ما فيهاش قوسين، يبقى اي برنت ما لهاش قوسين هتقوم حاول عامل حوالين البرنت الحاجه اللي هي بتعمل لها برنت تحط حواليها قوسين، كده البروجكت هيشتغل معاك بايثون 3 على طول يعني. نفس الكلام في الاي بايثون فايل. طيب تعالى نخش بقى على الداتا اللي هو البروجكت نفسه. الداتا سيت يوزد ان ذيس بروجكت از انكلودد اوف في التايتانيك داتا سي اس في فايل. الداتا سيت بتاعتنا موجوده في الفايل ده خلاص. الداتا سيت عباره عن ايه؟ عباره عن فيتشرز، فيتشرز اللي هي اللي هي الفيتشرز ماتريكس اللي هي الحاجات اللي انا عايز استنتج الداتا اللي انا عايز استنتج منها حاجه. عباره عن ايه؟ اول حاجه البي كلاس ده اللي هو الكلاس يعني بتاعت الركاب، باسنجر كلاس اللي هو درجه اولى درجه تانية درجه تالتة، لو اولى يبقى فيرست كلاس، لو اتنين يبقى سكند كلاس، لو تلاتة يبقى ثيرد كلاس. تمام. النيم اسم الراكب، 6 اللي هو النوع ذكر او انثى يعني، الايدج العمر بتاعه، السب اس بي ده وان اللي هو نمبر اوف سبيلينجز او سباوسز اللي هو رقم عدد القرايب اللي الراكب على السفينه، لو هو له قرايب ده بيبقى رقم بقى يعني 1 0 1 2 3 4 زي ما يكون. البارش ده نمبر البيرنتس او التشيلدرن لو هو يعني اللي هم اللي يعتبر القرايب الدرجه الاولى يعني، لو له بيرنتس لو له اباء، لو هو طفل يعني وله اباء يبقى عدد الاباء اذا كان واحد منهم او الاثنين، او لو هو راجل كبير او ست كبيره وليها اطفال يبقى عدد التشيلدرن 1 2 3 0 ايا كان. طيب تيكت نمبر ده رقم التيكت، طبعا ده رقم ملوش معنى يعني، يبقى رقم تذكره. الباسنجر فير اللي هو المصاريف اللي دفعها، تمن التذكره اللي دفعها والمصاريف اللي دفعها اجمالا يعني. الكابن رقم الكابينه بتاعته برضو، ده مجرد ترتيب لرقم الكابينه. والامبارك ده اللي هو المكان الصعود بتاعه على السفينه يعني الراكب ده راكب منين. وفي طبعا في 3 مدن هو السفينه خدت منهم، او 3 مواني السفينه الناس ركبت منهم، المدينة منهم هتلاقي رمزها سي ورمز واحدة منهم كيو واحدة اس. طيب التارجت بقى بتاعنا او الليبل اللي احنا عايزين نستنتجه هو مين؟ هو السرفايفل، اذا كان اللي هو نجا او ما نجاش، لو نجا يبقى يس اللي هي 1، لو ما نجاش يبقى 0. طيب من هنا كده نفهم ايه؟ نفهم ان البروجكت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة اسمها باينري كلاسيفيكيشن او استنتاج ثنائي يعني. يعني انا بستنتج يا اما حصل يا ما حصلش، يا واحد يا زيرو، او ساعات بتبقى واحد وماينس واحد، بس دايما بنفضل نخليها واحد وزيرو، الموضوع ده بيسهل شويه حاجات تانية كده تبقى تشوف، دايما واحد وزيرو افضل من واحد وماينس واحد. لكن احنا دلوقتي هو في النهايه احنا عندنا تو كلاسز، عندنا فصيلين، فصيل يا اما واحد يا اما فصيل تاني يا اما زيرو، اللي هو هنا هيبقى عندنا سرفايفد او نوت سرفايفد اللي هو نجا او غرق او ما نجاش. تمام. يبقى مسألة ايه؟ كلاسيفيكيشن وباينري. طيب تعال نشوف الايه الاي بايثون فايل بقى. طبعا هنا برضو شرح لك نفس الكلام وبيقول لك ان السفينة تايتانيك اللي سنة 1912 طلعت فيها سفينة غرقت، في بعض الناس نجت، والكرو بدأ يرتب الناس ويخليهم يركبوا المراكب بتاعة النجاة، وعشان خاطر عدد المراكب بتاعة النجاة ده كان قليل أقل من عدد الركاب، فمش كل الناس قدرت تركب، وبالتالي في ناس غرقت لأن ما لقتش مراكب اللي هي النجاة زوارق النجاة دي تركب فيها يعني، وهكذا. وفي وصف مزيد للوصف على موقع كاجل، لو انت دخلت موقع كاجل ودورت على الداتا سيت هتلاقي فيديو وشوية شرح زيادة عن الكلام ده يعني. مش مهم دلوقتي. اول حاجه اللي هو جيت ستارت البروجكت ده اصلا عايز يعلمك ايه؟ البروجكت ده عايز يعلمك يعني ايه مش ماشين ليرنينج. ايوه صح انت سمعتها كده، هي يعني ايه مش ماشين ليرنينج. اللي احنا هنعمله في البروجكت ده ما هوش الماشين ليرنينج، هو عايز يوريك اللي مش ماشين ليرنينج عشان تفهم يعني ايه ماشين ليرنينج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الماشين ليرنينج هي ايه؟ هي ان انا عايز اعلم الماشين اللي هو الكمبيوتر يعني ان هو ازاي يتعلم من الداتا ان هو يستنتج شيء معين بدون برمجة صريحة. ده يعني اللي هو التعريف الغير رسمي، بس هو التعريف اللي بيوضح المعنى فعليا.
يعني هو التاني اللي بيوضح هو ان انا عايز اعمل الجوريزم. الالجوريزم ده هيستنتج حاجة معينة من داتا معينة بدون برمجة صريحة. في البروجكت ده احنا هنعمل البرمجة الصريحة. يعني هعمل اف كونديشنز، يعني هقول له لو حصل كذا تعمل كذا، لو حصل كذا تعمل كذا، ولو حصل كذا تعمل كذا. الماشين ليرنينج ما بيعملش كده. الماشين ليرنينج يعني مور سمارت، اذكى من الموضوع ده. تمام. وهنشوف الموضوع ده ازاي يعني بعد كده قدام بقى. بس احنا هنا هنشوف البرمجة الغير صريحة، وفي نفس الوقت اللي احنا بنعمله ده اسمه داتا اكسبلوريشن. يعني ده بقى في مجال الماشين ليرنينج اسمه داتا اكسبلوريشن. يعني ايه داتا اكسبلوريشن؟ يعني انا بستكشف الداتا، بحاول اشوف الداتا قبل. دايما اي بروجكت قبل ما تشتغل فيه في الماشين ليرنينج تحاول تبص على الداتا، تشوف شكلها ايه، تشوف تقسيم توزيعاتها ازاي. الموضوع فيه بعض الاحصاء يعني، بس لكن يعني من غير احصاء انت يعني موضوع عقلي شويه، ان انت محتاج بس ترسم حتى جرافات او تشوف، حاول تتفرج على شكل الداتا في الجداول، وحس ان انت تفهم الداتا ماشيه ازاي او بتعمل ايه او شكلها ايه. تمام. طيب اول حاجه هو هنا بيعمل ايه؟ بيعمل امبورت numpy as nb. يبقى هو عمل امبورت numpy library وسماها nb عشان نستخدم nb كاختصار يعني. pandas نفس الكلام as bd. ipython display display ده يعني امر زي print بالظبط، بس بيطبع يعني بشكل اشيك شويه من البرنت. تمام. خاصه مع الداتا فريمز. ايه هي الداتا فريمز؟ الداتا فريمز هي عباره عن سبريد شيت، يعني جدول بيانات زي الاكسل كده، زي برنامج الاكسل. باخد انا الداتا من اي نوع من الفايلات، سواء الفايل ده سيكوال، سواء سي اس في، سواء اكسل فايل نفسه، اي حاجه، وبيحطها لي في هيئه جدول عشان اقدر ابص عليها بطريقه كويسه واتعامل معاها، اقدر اعمل عليها اوبريشنز في بالكود بتاعي في البايثون. تمام. بعد كده هنا هو عمل امبورت الفايل اللي هو فيجوالز از، ده مش لايبراري جاهزه، دي لايبراري اللي هو الفايل اللي هو فيجوالز دوت باي واس في اس برضو اختصارا يعني. تمام. مات بلوت ان لاين دي بتخلي الجرافز تظهر معايا على جوه الاي بايثون فايل. يعني لما اعمل جراف، اي جراف اعمل له شو، هيطلع لي في الاي بايثون فايل. تمام. لو ما عملتش كده هيطلع لي سطر كده يقول لك ان ده مات بلوت اوبجكت. فطبعا انا مش عايز كده، انا عايز اشوف الجراف نفسه. طيب اول حاجه بنلود الداتا، فسمى ان فايل، هسمى الفايل هنا ان فايل اختصارا. طبعا انت مش محتاج، ممكن يعني الخطوه دي بدل ما تكتب كده انت ممكن تكتب اللي هو اسم الفايل ده بالباس بتاعه. طبعا لو هو مش في الـ لو ملف الكود بتاعك ما فيهوش الفايل، مش في نفس الملف بتاع الكود، يبقى تحتاج تكتب الباس كامل. لو هو في نفس الملف او في نفس الفولدر يعني، ما انتش محتاج تعمل كده. هتاخد الدوان تحطه هنا كده خلاص. تمام. يبقى هي يعني هو بس هنا عشان بيوضح بطريقة مبسطة شوية. المهم عمل read dot csv. read csv ده بيعمل ايه؟ زي ما قلت لحضرتك هياخد ال csv فايل، الداتا اللي جوه ال csv فايل ده اللي اسمه titanic data dot csv ده، وياخدها يحطها جوه داتا فريم اللي احنا استدعيناه عن طريق البانداز. البانداز هياخد الداتا يحطها في داتا فريم على طول لوحده خلاص، وسمى الداتا فريم دي فول داتا. تمام. يبقى خد الداتا حطها جوه داتا فريم اسمه فول داتا. تمام. بعد كده عمل ايه؟ قال display full data dot head. dot head دي function تبع ال pandas بتعمل ايه؟ بتظهر اول 5 صفوف في الداتا فريم. تمام. احنا لو نزلنا كده المفروض استنى، ده بقى الفايل بتاعنا ده اللي هو على الجيت هاب بتاعي، هحط لك اللينك بتاعه برضو تحت، هتلاقي النتيجة بتاعتها تطلع لك كده. ده شكل يا سيدي الداتا فريم. اهي الداتا فريم عبارة عن ايه؟ عبارة عن جدول بيانات. طبعا لو استعملت برنت مش ديسبلاي هيطلع لك نفس المنظر، بس مش هيبقى بالشياكة دي. يعني الديسبلاي بيظهر لك لو اتفرجت كده هتلاقي نفس الوصف اللي هو كاتبه تحت الفايل ده موجود هنا. تعال نتفرج كده. اول حاجة، اول عمود كده من الشمال خالص ده اسمه الاندكس. تمام. ده يعني جنريتد باي ديفولت، يعني اللي هو بيتولد لوحده كده، هو بيعمل لك اندكس، ترتيب كل صف بيسميه رقم بداية من الزيرو يعني. تمام. هنا ده الباسنجر اي دي، طبعا ده صف في الداتا عندنا باسنجر اي دي، هو ما ذكروش هنا في الوصف لان هو حاجه مش مهمه. كل واحد هو مديله رقم، يعني هو مديهم بقى كانه مديهم اندكس في الداتا اصلا. هنا سيرفايفد،
اذا كان ما نجاش يبقى زيرو، نجا يبقى 1، نجا 1 نجا 1، ما نجاش زيرو. تمام، باسنجر كلاس اللي هو بي كلاس ده عبارة عن عدد اللي هو الكلاس الدرجة اللي هو راكب فيها، 3 ولا أولى، درجة تالتة، درجة أولى، درجة تالتة، درجة أولى، درجة تالتة، وهكذا. نيم اسمه، اسمه كامل اهو، مستر مش عارف ايه وميسز ايه والكلام ده كله. سكس اللي هو الجنس بتاعه، الجندر، الميل، فيميل، 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 فيميل. الايدج، العمر بتاعه 22، 38، 26، 35. تمام، عدد الأقارب اللي هو SP ده، اللي هو عدد الأقارب، 1 1 0 1 أيا كان. البارش ده هو اللي هو اللي قلنا البيرنت أو تشيلدرن، إذا كان له بيرنت أو تشيلدرن أو آباء أو أطفال. التيكت اللي هو رقم التذكرة، قلنا ده رقم يعني ما ملوش معنى، هو مجرد رقم للتذكرة. الفير الفلوس اللي هو دفعها. تمام، الكابن اللي هو رقم الكابينة. في طبعا هتلاقي في حاجات ناندي، ناندي معناها ان هو ايه، رقم الكابينة ده ناندي اللي هي نوت ا نمبر، ده يعتبر نمباي اوبجكت. لان نمباي بتفهم يعني ايه ناندي نوت ا نمبر، يعني ده يعني معنى كده ان هنا عندي ميسنج داتا، عندي حاجة ما اناش عارف مش موجودة. تمام، يعني هنا هتلاقي كابن سي 85، هنا نانا ناندي اللي هو ايه، ام اي ان يعني. تمام، بعد كده اللي هو اخر حاجه اللي هي الامبيرك اللي هو المينا اللي ركب منها، وقلنا عندنا اللي هم كانوا الثلاث حاجات اللي هم الاس والسي والكيو. تمام، اسامي المدن يعني اللي هو السفينه كانت بتاخد منها الناس. تمام، طيب تعالى نرجع تاني للبايثون بتاع البايثون بتاع الديستي. طيب بيقول هنا يبقى احنا بعد ما استعملنا يعني استكشاف للداتا، شفنا شكل الداتا فريم ايه وشكل الداتا اللي جواه ايه وانواعها، هنقسم الداتا بتاعتنا. تمام، هنقسمها لايه؟ هنقسمها للفيتشر ماتريكس اللي هي الداتا اللي انا عايز استنتج منها حاجه، وتارجت اللي هو اللي انا عايز استنتجه، الشيء اللي انا عايز استنتجه. فعباره عن ايه؟ عباره عن اول حاجه اوتكمز. اوتكمز دي انا هاخد دلوقتي الفول داتا. تمام، اوف سيرفايفد، الفول داتا اوف سيرفايفد ده معناها ان انا هاخد الاوتكمز ده هيبقى جواه ايه، هيبقى جواه العمود اللي اسمه سيرفايفد بس. تمام، يبقى العمود اللي كان اسمه سيرفايفد ده، العمود ده سيرفايفد ده، ده كده هيتاخد لوحده كده ويتحط كانه داتا فريم لوحده، ويتحط جوه داتا فريم اسمه اوتكمز. تمام، طيب داتا دي بقى هحطها فيها ايه؟ داتا دي هحط فيها الفول داتا دوت دروب. دروب يعني دي تعمل ايه؟ يعني تسقط، توقع، تشيل السيرفايفد، العمود اللي اسمه سيرفايفد ده هتشيله من الداتا، واكسس واحد يعني معناها ان هو هياخد العمود وليس صف. تمام، لو خليتها اكس ايكوال زيرو بتاخد صف، بتوقع صف، لكن ايكوال 1 بتوقع ايه، عمود، بتشيل عمود. يبقى الداتا دي هيبقى فيها كل العواميد دي عدا العمود اللي اسمه سيرفايفد، هيتشال منه. خلاص، يبقى انا كده عندي ايه، لما اجي اقرا داتا للداتا فريم اللي اسمه داتا، هبص الاقي جواه ايه، اهو اهو هعمل هنا display data frame dot head، يعني هيظهر اول 5 صفوف من الداتا فريم اللي اسمها داتا. هتبص هتلاقي جواه ايه، اهو كل الداتا ما عدا العمود اللي اسمه ايه، survived. تمام كده، لو انا عايز اجيب صف معين بجيبه ازاي؟ اعمل داتا دوت لوك اوف اي، دوت لوك اوف اي دي هيجيب صف بالرقم الاندكس بتاعه. تمام، داتا دوت لوك اوف اي، يعني لو قلت الدوت 3 يبقى هيجيب الاندكس رقم 3، دوت 0 يبقى الاندكس رقم 0 اللي هو اول اندكس. طبعا دي هاف سرفايفل اوت كامز اوف اي، هنا عندي الاوت كامز هنا عشان هو عباره عن عمود واحد، فانا مش محتاج استعمل دوت لوك. تمام، تمام، فلو قلت دوت اي على طول هيجيبه لي على طول، يعني لو قلت هنا الاوت كامز اوف زيرو هيجيب لي اللي هو الرقم اوف زيرو عشان هو عمود واحد، فهيجيب لي القيمه اللي موجوده فيه على طول. لكن في الداتا عشان خاطر هي صفوف وعواميد، لازم استعمل دوت لوج عشان يفهم ان هي ان انا عايز صف مش عايز عمود. تمام، بعد كده احنا عايزين نعمل ايه هنا؟
بنعمل فانكشن اسمها اكيورسي سكور. هنا بقى دي حاجه عايز يعلمها لك، هي الاكيورسي سكور. يعني ايه اكيورسي سكور؟ يعني انا لما اجي انا عملت بريدكشن، فانا بريدكت الليبل اللي انا عملت له بريدكشن داون، او التارجت اللي انا عملت له بريدكشن، في مش اكيد مش هعمل كله صح، يعني اكيد مش هبريدكت كله صح، اكيد مش هتوقع كلهم صح. طب هو انا عندي صح؟ اه، ما انا عندي، ما انا حطيته جوه جوه يعني جوه داتا فريم لوحده اسمه اوت كامز اهو. فانا عندي الصح، عندي اللي انا عارف ان هو صح، اللي كان موجود في الداتا اصلا، واللي انا هعمل له بريدكشن ده مش هيبقى كله صح. فانا عايز اعرف، انا استنتج، انا لما عملت بريدكشن قد ايه منه صح وقد ايه منه مش صح، تمام؟ فهو بيقول لك اهو ده ريتيرنز. خلي بالك ان دي طريقه الدوكيومنتيشن في البايثون. يعني ايه دوكيومنتيشن؟ يعني اللي هو انا بفهم اللي بيستعمل الفانكشن بيستعملها زي دي. ولو انت بتستعمل اي دي اي، سمارت اي دي اي، لما تيجي تكتب اسم الفانكشن كده هتلاقيه راح عامل لك بابل كده، اللي هو سحابه كده، يجيب هتلاقيه كاتب لك جواها الكلام ده. ده معناه الكلام ده مكتوب جوه الفانكشن بالطريقه دي كده. ده كده اسمه الدوكيومنتيشن. ريتيرنز اكيورسي سكور فور انبوت تروث اند بريدكشنز. بيطلع الاكيورسي سكور للايه؟ للتروث والبريدكشن. اي، فهي بتاخد اتنين هنا، سواء بقى دول بقى نمباي اري او بانداز داتا فريم او بانداز سيريز يعني، وتقارنهم ببعض، تمام؟ هتلاقي الفانكشن هي مكتوب جواها. اول حاجه بيشوف ايه؟ اف اللينث بتاع التروث، يعني لو التروث دي الطول بتاعها بيساوي اللينث بتاع البريدكشن، يعني هما الاثنين طول بعض، خلاص هيبدا يشوف الايه اللي بعد كده. هيعمل ايه؟ هيكالكوليت الاكيورسي. يبقى لو هما طول، عشان انا لو حاولت اعمل اقارن اتنين ببعض وهما مش طول بعض اصلا وهما مش قد بعض، هيحصل لي ايرور، هيطلع لي ايرور ان هو هيجي يقارن مثلا الاندكس الاولاني بالاولاني والتاني بالتاني والتالت بالتالت. هيجي مثلا على الاندكس رقم مثلا 100، هيلاقي مفيش حاجه مقابله عشان يقارنها، فهيطلع لي ايرور. فانا بعمل من الاول عشان ما يطلعليش ايرور، اعمل ايه؟ اتاكد ان الطول بتاع دي هو نفسه الطول بتاع دي، عدد الاليمنتس اللي هنا هو نفسه عدد الاليمنتس اللي هنا. لو هو نفسه يبقى انا اعمل ايه؟ هيريتيرن دي كده، هعمل لها برنت طبعا. هيقول ايه؟ predictions have accuracy of، ويقوم عامل كده اهو، تمام. دي طريقة اللي هو ازاي ادخل رقم في وسط string في البايثون، تمام. وهنا بوينت 2 اف دي معناه ان هو هيرجع فلوت نمبر متقرب لاقرب 2 بوينتس، يعني اللي هو هيرجع بعد البوينت رقمين. دوت فورمات اوف، وهنا هيعمل المقارنه. هيعمل ايه؟ هياخد الاثنين داتا فريم او الاثنين نمباي اري ويقارنهم ببعض. اذا كان ده بيساوي ده، يعني معناه ايه ده بيساوي ده؟ معناه ان كل اليمنت بيساوي الاليمنت المناظر ليه الناحيه الثانيه. الاليمنت اللي في الاندكس 0 هنا بيساوي الاليمنت في الاندكس 0، الاليمنت في الاندكس 1 بيساوي الاليمنت في الاندكس 1، تمام. وهيرجع ايه؟ هيرجع اري، تمام، فيها ايه الاري دي؟ فيها مقابل، لو هما بيساوي بعض فيها ترو، لو ما بيساويش بعض فيها فولس، تمام. طيب دوت مين، دوت مين المين بيعمل ايه يا جماعه؟ ايه هو المين؟ مين دي نمباي فانكشن، وهي نفسها موجوده في البانداز، هتشتغل مع الاثنين. المين بيعمل ايه؟ بيعمل مجموع الاليمنتس على عددهم، تمام. فلو عندي انا، طيب لما اجي اعمل انا جمع للموضوع ده هيحصل ايه؟ الترو في البايثون معناها 1 والفولس معناها 0. يبقى لما يجي يجمع هيجمع لي ايه؟ هيجمع لي مجموع الوحايد اللي في الايه؟ اللي في النمباي اري او في البانداز داتا فريم او السيريز يعني. يبقى هيجمع لي مجموع الوحايد فيهم ويقسمهم على عددهم، وبالتالي انا حصلت عليه على الاكيرسي. يبقى انا قدرت اعرف في كام واحد، في كام ترو عندي. ده معناه ان هو ايه؟ كام ترو عندي على بالنسبه للايه؟ للقيمه الكليه او اللينس بتاع الري اللي انا دخلتها. وبالتالي انا قدرت، هي دي بالظبط الايه؟ الاكيورسي سكور. يبقى انا استنتجت كام واحد صح من وسط من الاجمالي، تمام. هو ده بالظبط الايه؟ الاكيورسي. وهضربه في 100 عشان يطلع لي ايه؟ بيرسنت. يعني بدل ما يطلع لي بوينت 35 مثلا، ده معناه ايه؟ بوينت 35 دي كده 35 من 100. فانا بدل ما يطلع لي بوينت 35، لا انا هطلع 35، يعني 35 بوينت حاجه. يبقى انا عندي 35% و 3 من 10 مثلا. else return number of prediction does not match number. else دي راجعه على مين؟ راجعه على الاف اللي هو بيقارن اللينس باللينس. يبقى انت لو مدخل له اصلا
حاجه غلط، اتنين مش طول بعض يعني، هيعمل ايه؟ هيرجع لي الريتيرن نمبر اوف بريدكشن داز نوت ماتش نمبر اوف اوتكمز. ده بدل ما كان يحصل لي ايه ايرور، هيطلع يقول لك لا انت بتعمل حاجه غلط يعني. هنا هنتست الاكيورسي فانكشن دي اهو ازاي، بيقول لك بريدكشنز عمل بتساوي بي دي دوت سيريز. السيريز دي اللي هو ايه؟ اللي هو صف في ال في الداتا فريم، اسمها سيريز في الباندز، او عمود، صف او عمود اسمه سيريز مش تفرق. هيولد صف، هيولد بالان بي دوت وانز، دي فانكشن في النمباي بتعمل ايه؟ بتعمل اري كل جواها وانز، تمام. هي باي ديفولت بتطلع الوانز ده ب 1.0 اللي هو بيبقى فلوت، يعني هو بتاعه فلوت. فهو هنا غيرها الداتا تايب بتاعه، خلاها انت، تمام، مش محتاج انا اخليها فلوت، وخلى طولها قد ايه؟ 5. يبقى هطلع اري فيها 5 اليمنت كلهم وانز، 1 1 1 1 1 يعني. هنا بعد كده بيعمل ايه؟ بيستعمل الفانكشن اهو البرنت اكيورسي سكور اوت كامز. اوت كامز دول اللي هم مين؟ اللي هم الفانكشن اللي فيها سرفايفد، تمام. من خدت قد ايه هنا فيها؟ خدت من البدايه خالص، يعني ما ذكرتش البدايه فين اهو، معناها ان هو هيبدا من الزيرو باي ديفولت الى الخامس، والخمسه بيبقى نوت انكلودد في البايثون. يبقى ياخد من زيرو لاربعه، معناها ان هو هياخد اول خمسه اليمنتس. وبريدكشن يبقى التروث عندي هنا مين؟ اللي هو اول خمسه اليمنتس، اللي هو التروث هنا ده هيبقى اول خمسه اليمنتس، دول اللي عملت له باص للفانكشن اهو. والبريدكشنز اللي هو ايه؟ هي دي اللي هتروح مكان البريد دي، فهي اللي هي فيها مين؟ اللي فيها خمسه اليمنتس كلهم بوان، تمام. يبقى انا لو توقعت ان كلهم بوان ايه اللي هيحصل؟ ده تعمل له ران. انت لو بص، لو بصيت الى ال السرفايف ده هتلاقي اول خمسه اليمنت ايه؟ 0 1 1 1 و0. يبقى في منهم كام واحد ب1؟ فيهم ثلاثه ب1 وواحد ب0. ده معناه ان هو لما يجي هيطلع له الاولاني ده فولس، وده ترو، والثاني الثالث ترو، الرابع ترو، والخامس فولس. يبقى دول كام واحد؟ هيبقى هيطلع له ثلاثه من الخمسه ترو، يبقى هو ويبقى معناها ان دول كام في الميه؟ 60%. بص فعلا هتلاقي النتيجة طلع لك ال prediction have an accuracy 60%، طلع لك فعلا 60%، تمام. يبقى كده الفانكشن بتاعتنا ايه؟ شغالة صح. خد بالك ان كل ده احنا لسه ما يعني هو ما طلبش منك تكتب كود يعني، وكل ده هو كاتبه بيخليك تعمله run، هو عايز يعلمك الدنيا بتبقى ماشية ازاي، تمام. هنا عايز يفهمك ال prediction، يعني عايز افهمك بقى ال prediction وشكل الداتا فيها ايه. بيقول لك if we asked make prediction about any passengers of RMS Titanic or then best prediction we could make would be that they don't survive. بيقول لك احنا عايزين نستنتج ان لو كلهم not survive، تمام، اللي هو الماجوريتي اوف passengers. لو يقول لك لو احنا اعتبرنا الماجوريتي بتاع باسنجرز اكبر من 50% ضد نوت سرفايف، تمام، فانا هعمل ايه؟ هستنتج ان هو كلهم نوت سرفايف، واشوف الناتج هيطلع لي قد ايه، يعني الاكيورسي بتاعتي تطلع قد ايه. اللي احنا بنعمله دلوقتي دون برضو يعني كونسبت مهم برضو في الكلاسيفيكيشن، اسمه الماجوريتي كلاس. الماجوريتي كلاس ده واحد من البيز لاينز او البنش مارك مودلز اللي بتستخدم في الكلاسيفيكيشن دايما، اللي هو انا بشوف عندي ايه اكتر كلاس موجود في الداتا، تمام، واقول ان انا هستنتج ان الداتا كلها هي الكلاس ده، يعني ان كلهم، يعني انا هنا مثلا هستنتج ان كلهم نوت سرفايفد، انا عارف ان الغالبيه نوت سرفايفد، فانا عارف هنا ان الماجوريتي ان هم نوت سرفايفد، فهستنتج ان هم كلهم نوت سرفايفد واشوف ده كام في الميه. ده كده اسمه ايه؟ الماجوريتي كلاس كلاسيفيكيشن، هو البيز موديل اللي ببدا اقين على ايه بعد كده الماشين ليرنينج الجوريزم اللي انا استعملته. لو الماشين ليرنينج الجوريزم طلع احسن من دون، ده معناه ان هو كده ماشي في الاتجاه الصحيح. لو طلع أسوأ من ده يبقى ده كده معناه ان انا بعمل حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، يا اما انا بستخدم الجوريزم غلط، يا اما الهايبر بارامترز بتاعته مش مظبوطه، هكذا. خلاص، يبقى ده نقطه كويسه برضو المفروض تتعلمها من البروجكت ده. فهنا عمل الفانكشن دي اللي اسمها predictions zero، اللي بيقول لك ايه؟ موديل with no features، ما فيش features خالص، مش تاخد features خالص،
always data prediction prediction predicts a passenger did not survive. دي يعني مش هتبص للداتا، يعني هديها الداتا فيتشرز اهي، هديها الفيتشرز كل حاجه، بس هي في مش في الاخر مش هتبص للفيتشرز دي، مقابل كل فيتشر هتحط ان هو ما لم ينجو not survive. تمام، فيعمل ايه؟ عمل حاجه، اول حاجه عمل بايثون ليست فاضيه اسمها predictions. تمام، وقال فور هنا الاندرسكور دي لما بقى انا عندي variable مش عايزه مش هستعمله، بنستعمل بنحط الاندرسكور دي. والباسنجر ان داتا دوت ايثر روز، ايه ايثر روز دي بتعمل ايه؟ انا قابلت حاجه زي كده، هو اللي المفروض تفهمه من هنا على طول اوتوماتيك ان دي بترجع حاجتين، حاجه هنا انا مش عارف هي ايه لان هو مش هيستعملها، والباسنجرز وبرضه مش عارف الباسنجر ده ايه. فانا هشوف ايتر رو دي بتعمل ايه، اقوم جاي داخل على جوجل اهو كاتب دوت ايتر روز، طلع لي ايه؟ اول حاجه بانداز دوت داتا فريم دوت ايتر روز. يبقى انا لما بدخل داتا فريم ايتر روز بتقول لك ايه اهو، اتريت اوفر داتا فريم روز از، وبترجع لك ايه اندكس والسيريز، بترجع لك الاندكس تمام بتاع الروز بتاعت الداتا فريم، وبترجع لك الايه السيريز نفسها اللي فيها الفيتشرز، يعني بترجعه لك وترجع لك يبقى الاندكس بتاعه، بترجع لك طابل، بترجع لك طابل فيه اول حاجه الاندكس، رقم اتنين السيريز نفسها. تمام، فدي الايتر روز دي بتعمل كده. طيب انا هعمل ايه بقى؟ فور اللي هو الاندر سكور والباسنجر ان داتا دوت روز، اعمل بريدكت ذا سرفايفد اوف باسنجر بريدكشنز دوت. انا مش خدت، شوف انا اهو الباسنجر، لا خدت الباسنجر ولا خدت الايه التاني، خدت الاثنين ولا عملت يوم حاجه خالص. انا كل القصه ان انا كل ما هلاقي سيريز قدامي هاخد مقابل السيريز دي، هقوم عامل ايه دوت ابند اوف زيرو، هحط ايه، هحط زيرو في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الليست اللي هي اسمها بريدكشنز. تمام، يبقى مقابل كل صف في الداتا فريم هحط زيرو، وبالتالي انا استنتجت ان كل الناس لن تنجو، معناها ان هم كلهم بزيرو. ريتيرن بي دي دوت سيريز، انا بحول اهو الليست دي بحولها لسيريز بي دي سيريز او بانداز سيريز. تمام، عشان خاطر لما يجوا يقارنوا، انا ما ينفعش اقارن حاجه بمختلفه عن حاجه، لما اجي اعمل الكومبير في الاكيورسي سكور لازم اقارن نفس النوع الداتا فريم بداتا فريم او داتا فريم بسيريز. تمام، ميك ذا بريدكشنز، اهو نعمل بريدكشن، هيعمل بريدكشن زيرو اوف داتا، هو هيباصي لي الايه اللي عمل بريدكشنز هنا، فاريبل اسمه بريدكشنز، قال له بيساوي البريدكشنز اندر سكور زيرو اللي هو بريدكشن زيرو اوف داتا، وباصها داتا. خد بالك ان يعني لو انت فاهم بايثون كويس تعرف ان البريدكشنز اللي بره ده مختلف عن البريدكشنز اللي جوه. اللي جوه ده ايه؟ ده يعني السكوب بتاعه جوه الفانكشن، بس بعد ما يطلع من الفانكشنز بيموت ما بيبقاش موجود، لكن فانا هحطه هنا، فده مختلف خالص عن اللي جوه. تمام، طيب وبعد كده هعمل ايه؟ برنت الاكيورسي سكور. يبقى انا لما هنا لما هتوقع ان كلهم ماتوا هيطلع لي اكيورسي كام في المية؟ هنبص كده هتلاقي ان هو طلع لي اكيورسي 61.62. يبقى انا وصلت الاكيورسي هنا ان انا قدرت ابريدكت 61.62%، ده من ماجورتي كلاسيفيكيشن، بان كلهم ماتوا، بس يعني مجرد ان انا عملت ان كلهم ماتوا فخلاص طلع لي ب 61.62%. تمام، طيب هو عايزك طبعا تعمل احسن من كده، يعني ده ما ينفعش، احنا عايزين نشوف حاجه احسن من كده. فعشان نعمل احسن من كده ايه؟ بيقول لك ان اول حاجه ان انا هبدا اشوف الفيتشرز اللي جوه هستعملها ازاي. فاول حاجه قال لك ايه؟ هنرسم اللي هو في اس ده اللي هو فايل اللي هو فيجوالز ده دوت سرفايفل، جواه فانكشن اسمها سرفايفل ستيتس، وبيبص لها ايه الداتا والاوتكمز وال6 اللي هو الفيتشر اللي اسمه 6 اللي هو الجنس اذا كان ميل ولا فيميل. تمام، وتشوف الرسمه دي هتعمل لها رن، هتطلع لك الرسمه دي كده. الرسمه دي كده بتقول لك ايه؟ بتقول لك اهو تحت هو 6 ونمبر اوف باسنجرز وعدد الايه الركاب، والاحمر معناه ديد نوت سرفايفد، والاخضر معناه ان هو سرفايفد. فالاحمر هنا شوف لو وصلنا للميل اللي هم في الشمال
هنلاقي ان اغلب الميلز مالهم ماتوا، الاحمر كتير جدا اهو، يعني تقريبا 500 منهم ماتوا، والميل في الاخضر اللي هم اللي نجوا يعني حوالي 100 تقريبا. العكس في الايه، في الفيميلز، يعني واضح ان العدد اصلا الاجمالي اصلا الفيميلز اقل، ومع ذلك برضو الميلز الفيميلز اللي هم اللي غرقوا اقل، والميلز اللي نجوا اكتر. هو ده منطقيا، لو انت عايز تفهمه منطقيا، هو ان الطقم القبطان والركاب والطقم بداوا يركبوا في زوارق النجاه الستات والاطفال الاول، وبالتالي الرجاله اخر ناس، يعني قليل من الرجاله اللي قدر يركب القوارب دي، وبالتالي اغلب الرجاله ايه ماتت. فده اللي احنا فهمناه من نفهمه نفسه، هو من الجراف هنا بيقول نفس الكلام ده. تمام، يبقى اللي نجوا من الستات الفيميلز اكتر كتير جدا من اللي نجوا من الايه من الرجاله، واللي ماتوا من الستات اقل كتير جدا من اللي نجوا من الرجاله، من اللي ماتوا من الرجاله. تمام، بعد كده بيطلب منك انك تعمل بريدكشنز 1. بريدكشنز 1 دي فانكشن بتاخد يعني، او هتتعامل مع 1 فيتشر، يعني هتبص ال1 فيتشر بس اللي هو مين، اللي هو 6. بيقول لك موديل ويز 1 فيتشر بريدكت ا باسنجر سرفايفد اف زي ار فيميل. هيعمل ايه؟ هيشوف لو الفيميل هيستنتج ان هو ب1، ان هو سرفايف، غير كده الباقي بزيرو. هنا بقى هو سايبك تكتب الفانكشن دي، فبيقول لك ايه هنا، بيقول لك ريموف باس. خد بالك في البايثون انت لو لما ما ينفعش تكتب في البايثون فور لوب من غير ما تكتب جواه حاجه يطلع لك ايرور. فهو عامل لك هنا كده، تكتب هنا ايه باس، باس دي معناها ايه، عدي مشيها يعني. فهو عشان لو انت عملت ران للسيل دي على الوضع ده كده مش هتعمل لك ايرور، بس هترجع لك يعني سيريز فاضيه. تمام، مش هتاخد فيها حاجه. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ بيقول لك اهو ريموف ذا باس، هتشيل الباس دي وتحط ايه مكانها، اند رايت يور بريدكشن كونديشنز هير. يبقى انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل اف كونديشن تقول ان لو الداتا اوف 6، لو اللي هو الفيتشر في هيعمل ايه؟ هيحط في البريدكشن 1، غير كده هيحط ايه؟ زيرو. يبقى انا مقابل كل فيميل في الفيتشرز عندي يبقى هحط ايه 1 في البريدكشن، غير كده يبقى هتبقى بزيرو. تمام، يبقى انا يبقى المفروض هنا طبيعي ايه، ان انا هبدا احسن الاكيرسي بتاعت، لان اقول لما استنتجت كلهم بزيرو طلع لي 62% 61% تقريبا، لو دلوقتي هبدا احسن يبقى انا هبدا ابص للفيتشرز افهم منها حاجه. تمام، يبقى لكل مقابل كل فيميل هيحط 1، والعكس هيحط، وغير كده هيحط ايه زيرو. وفي الاخر نفس الكلام، هنكمل نفس الفانكشن زي ما هي. يبقى انت كل اللي عليك ان انت تعمل الاف كونديشن دي هنا، وتعمل بريدكشنز هترجع البريدكشن، وبعد كده تعمل البرنت الاكيورسي سكور، هياخد البريدكشنز اللي انت استعملتها دي بصيها للاكيورسي سكور عشان يشوف الاكيورسي بتاعت السيستم الجديد ده قد ايه. تمام، هتبص هتلاقي النتيجة هنا طلع لك اهي 78.68. الله، يعني شوف احنا مجرد بس ان احنا استعملنا فيتشر واحد وصلنا لمين، ل 78% من 60% او 61%. يعني عشان تفهم الفيتشرز بتأثر قد ايه على ال على ال ال يعني الاكيورسي بتاعتنا. تمام، بعد كده بيبدأ يقول لك يعني ارسم بقى هنا، بيقول لك ان الموضوع مش في ميلز بس، لا ده فيه تأثير تاني كمان. بيقول لك تعال نبص بقى للميلز. تمام، تعال نبص ايه للميلز هنا، اللي بيرسم ايه، بيرسم حاجتين بقى مع بعض، هيرسم اتنين فيتشر مع بعض، فهيرسم هنا الايدج وهيرسم السكس بتاع الباسنجر. فلو وخلى السكس بالميل بس، فبيقول لك هنا لو هو ميل نشوف الايدج بتاعه كام، واظهر الكلام دون على الجراف. فلو هو دوت ديد نوت سرفايف بالاحمر، لو سرفايفد بالايه بالاخضر. تمام، طيب لو بصيت كده هتلاقي الاحمر دون الاخضر ده طبعا اللي هم نجوا تحت دي، والاحمر ده اللي هو العاديين. لو بصيت كده هتفهم ايه من الكلام ده، هتفهم هتلاقي ان ال في كونديشن هنا. لو بصيت كده هتلاقي ايه، هتلاقي ان لحد اللي عنده 10 سنين
اغلبهم نجوا، يعني كل اللي تحت العشر سنين نجوا اخضر كلهم اهو، تمام. اللي فوق العشر سنين فيهم بقى ايه، عدد الوفيات زاد جدا، تمام. يبقى فوق العشر سنين ايه، زاد جدا، خاصة اللي هو مثلا ما بين العشرين والتلاتين هتلاقي اللي ماتوا كتار جدا، تمام. ده اللي نفهمه من ايه، من الجراف. طيب هيعوز منك ايه بقى؟ هو هنا هيعوز منك الفانكشن اللي هي predictions. طبعا انت تقرا الكلام ده، هو فيه الكلام اللي انا بقوله ده، بس تقراه تفصيلا برضه عشان تفهم. هنا عايزك تعمل ايه، define predictions 2. predictions 2 عايز تعمل ايه؟ عايز تتعامل مع اتنين فيتشر هنا. هو هنا بيقول لك اهو اعمل ايه، اتنين فيتشر. الفيتشر الاولاني اللي هو احنا كتبناه في المره الاولانيه، ان لو في ميل هيعتبرها سرفايفد، هيقول ان هي سرفايفد. الفيتشر الثاني هيقول لك ان هي لو ميل والايدج بتاعه اصغر من 10، لو هو ميل والايدج بتاعه اصغر من 10 يبقى برضو هنحطه ايه، ب1، تمام. يبقى لو في ميل ب1، لو هنزود كونديشن تاني ان لو ميل والايدج اصغر من 10، يبقى لو 6 ميل والايدج اصغر من 10 يبقى يبقى برضو هيبقى هعتبره سرفايفد، تمام. غير كده هيعتبره نوت سرفايفد، يبقى بزيرو، تمام. يبقى عندك ثلاثة اف كونديشن، اف الس اف اف، تمام. تحطهم هنا والمفروض تطلع لك هنا البريدكشن. اعمل البريدكشن وادور على الاكيورسي كام، ونبص تحت كده نطلع لنا الاكيورسي 79.35. شوف الاكيورسي رفعت حوالي 1% تقريبا او اكتر شوية، تمام. بعد كده هو بيقول لك ايه، بيقول لك انت اعمل فيجواليزيشن ليه، اللي هما لو الميل، لو الميل الايدج بتاعه اقل من 18، وشوف شكل الفيجواليزيشن ايه. اهي اعمل بار هنا، شوف شكلهم ايه. لا ده الشغل بتاعي بقى، انا مش عايز اوريه لك عشان ايه. طيب انت المفروض هترسمه، هيطلع لك بارز كده ويقول لك في كام واحد سرفايفد وكام واحد نوت سرفايفد. يعني هيبقى الاكس اكسس بتاعك عليه الايدج، وهيبقى الواي اكس بتاعتك عليه كام واحد سرفايفد وكام واحد نوت سرفايفد، وهيطلع لك عميق ويقول لك شوف اللي اقل من ال 18، تمام. هنا بقى البريدكشن 3، وبعد كده تشتغل على الفانكشن اللي اسمها بريدكشن 3، اللي هي عايزك تستعمل اكتر من اتنين فيتشر. يعني 3 هنا مش عايزك تستعمل التلاتة، هو عايزك تستعمل اكتر من اتنين فيتشر، بحيث ان توصل الموديل بتاعك ده ان هو يوصل لكام، ل 80%. احنا وصلنا اصلا 79.35، فهو عايزك توصله ل 80% او اكتر، تمام. عايزك تعمل هنا بقى تدور انت بقى على الفيتشرز، تقعد ترسم بقى الفيتشرز دي كلها، تجرب ترسم الفيتشرز كلها غير بقى الميل والايدج، وتشوف افضل ميل افضل ايدج تستعمله كام. يعني هل ممكن نستعمل 10، هل نستعمل، طب ناخد يعني هنا لو بصينا للرسم هتلاقي ان هنا مثلا الموضوع بدأ يتحسن شوية برضو هنا في مكان معين تاني، وهكذا. يعني تشوف، حاول تغير الكونديشنز بتاعت الايدج، ما يبقوش اللي اقل من 10 بس. مثلا تشوف الفيتشرز التانية تحط لها كونديشن برضو، هل الكلاس مثلا بيأثر، هل هو مثلا درجة أولى فقدر ينجو يقدر يركب المركب ولا لأ، هل لو هو مثلا اسمه أحمد فالنيم بتاعه هيأثر، لو الأي دي بتاعه هكذا. يعني أنت تشوف إيه الفيتشرز اللي مؤثرة وإيه اللي مش مؤثرة. هو ده اللي هو عايزك، هو ده اللي اسمه الداتا اكسبلوريشن، إن أنا عايز أفهم كل فيتشر تأثيره إيه في الداتا، شكله إيه في الداتا، بيعمل إيه. لو انا استعملته معايا في الالجوريزم، انا مش لما اجي استعمل الماشين ليرنينج الجوريزم مش لازم استخدم كل الفيتشرز اللي موجود عندي في الداتا، ممكن اهمل بعض الفيتشر، ممكن بعمل حاجه اسمها فيتشر كومباينيشن، او بعمل بولد فيتشرز جديده، بعمل فيتشر انجينيرنج بقى برضه بولد فيتشر جديده عن طريق ان انا امسك فيتشر او اتنين فيتشر واخلطهم مع بعض بطريقه معينه بفانكشن معينه وهكذا. يعني ففي حاجات كتيره ممكن اعملها. طبعا تكون لسه هنا، لسه ما وصلتش للمرحله دي، لكن انت تقدر هنا تعمل ايه، تقدر ان هنا تنقي فيتشرز معينه تحط لها كونديشنز معينه، بحيث ان انت توصل الاكيورسي بتاعتك ان هي توصل ان انت تقدر تعمل بريدكشن ل 80%، لو انت محتاج ترفعها 7 من 10% بس.
وطبعا المفروض في الكويشن 4 ده المفروض ان انت تظهر النتائج بتاعتك، يعني ايه يعني كل اكسبلوريشن انت عملته تظهره لوحده فايل. انت لو بصيت الفايل بتاعها هبقى حاطه لك تحت، بس حاول ما ترجعلوش الا في الاخر. هتلاقيني عامل جرافات كتيره جدا، وكل جراف كاتب تحته انا ايه اللي حصل، يعني ايه التاثير اللي حصل، او انا استنتجت من الجراف ايه، والتاثير اللي حصل لما اضفت الكونديشن دون للداتا عندي. تمام، فانا جربت طبعا، شفت كل الفيتشرز لوحده مع الايدج مع الميل مع الفيميل وهكذا، وبدات احط الكونديشن لحد ما وصلت الاكيورسي، وصلت لحاجه اعلى كمان من 80% بكتير. انا اذكر وصلت ل 81.95 يعني وصلت تقريبا 81 ونص. تمام، طبعا الجيت هاب بتاعي اللينك بتاعه هيبقى موجود، اللينك ده برضه هيبقى موجود، تقدر تستعملهم في اي وقت. تمام، اخر حاجه انا عايز اقولها ان انت لو المفروض عشان تكمل معايا البروجكتس، المفروض ان انت تبدا تذاكر الكورسز اللي هاكد عليهم تاني، هحط لينكاتهم تحت بقى المره دي برضو. انت تقوم داخل على الكتالوج فري كورسز ماشين ليرنينج، هيطلع لك كورس، قلت الكورسز اللي هتفضل معانا في اول البروجكت زيرو ده، واول ثلاثه بروجكت اللي هو السوبرفايز ليرنينج والان سوبرفايز ليرنينج، هتلاقي الانترودكشن تو ماشين ليرنينج دون، والكورس التاني اللي هو ماشين ليرنينج ده. المفروض تبدا تذاكر الكورسات دي، خاصه الكورس اللي هو انترودكشن تو ماشين ليرنينج، عشان خاطر ده اللي فيه الجزء العملي، فعشان تفهم ازاي تطبق الكود في الفتره اللي جايه، ازاي تقدر تستعمله، ازاي تقدر تستعمل سكليرن. هتلاقي برضو في شويه يعني شرح النمباي والبانداس في السريع كده برضو على خفيف. تبدا تحط ايدك على ازاي تشتغل بايدك وتكتب كود محترم. كل اللينكات اللي انا شرحتها هتلاقيها موجوده تحت. ان شاء الله رب تستفادوا من الفيديو ده، والفيديو الجاي ان شاء الله قريب. انا كنت مشغول في الكابستون، الحمد لله خلصته، وان شاء الله هتلاقي الفيديوهات اسرع من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.